جديد الدين ان شاء الله عندي واحد مجموعه العروض من طرف فنانين عربيين وحتى مغاربه. كنحاول ان شاء الله نختار الفرصه اللي عاد تكون كطرق الاسماء ديالي وحتى نراعي الاسماء ديال المستمعين سواء الشباب ولا الناس اللي كيتبعوا طرب. فكنحاول اني نكون متاني شي شويه، ولكن انا خدام على الاغنيه اللي غادي نخرج ان شاء الله قريب. من بعد دفوس يعني كما قلت لك جاوني بزاف ديال العروض، غير هو يعني خدمت بشويه ديال التاني، كنحاول نختار الفرص اللي كتشبهني وكما شافوني الجمهور بواحد الشكل، فكنحاول نكون داك الشكل اللي كيشبهني وكيشوفوا فيا الجمهور ان شاء الله. انا كما كتعرفوا انا في البرنامج ذا فويس غني جميع الالوان اليوم كيتعلقوا بالطرب. في السوق ان شاء الله غنحاول انني نعمل واحد السيليو جديد فيه اللمسه ديال العصام سرحان ان شاء الله. طبعا انا سعيد انني متواجد اليوم في طنجه من بعد برنامج ذا فويس، وتكون هذه الصيله بيني وبين الجمهور الشمالي. سعيد بالدعوه ديال قفطان الفخامه، ان شاء الله يوم ندوزوا وقت زوين في وصله من البصمه ديالي ان شاء الله. من بعد قفطان الفخامه عندي مهرجانات بزاف، المهرجانات كنحاول اني ندخل فيهم، يعني جاوني دعوات منهم. عنساني هذا البرنامج هذا الديفيلي عندي يمكن في مراكش واحد المهرجان، ومن بعد وجده يعني كاين مجموعه ديال المهرجانات نحاول انني نظهر فيهم ان شاء الله. دنيا من الاصوات الجميله لان كيعجبوني ومن الناس اللي دعموني كذلك في البرنامج، وانا من الناس عاوتاني اللي تبعتها في البرنامج ملي كانت في عرب ايدل، وهي ما شاء الله فنانه جميله وان شاء الله تدوز السهره بيناتنا ان شاء الله جميله. شكرا.